الستريس. اكيد اغلب الستات المتجوزين مروا بالستريس، طبيعي جدا من اللي بيشوفوه، سواء من جوزهم، من شغلهم، من ولادهم. لكن في كم نصيحة بسيطة لو عملوها ممكن تخف عليهم الاسترس ده ولو ليوم واحد بس. تعال نشوف. لو الاسترس عندك بسبب الأطفال، حاولي ولو ليوم واحد بس تبعتيهم عند مامتك أو عند أي حد بتثق فيه، وتعملي عشاء رومانسي لزوجك، وتحاولوا تجددوا علاقتكم فيه. الجيم، الرياضة من الحاجات المهمة جدا اللي بتخفف الاسترس عن الواحد. لكن لو مش قادرة تروحي الجيم، ممكن تعملي رياضة في البيت أو ممكن ترقصي، وما أعتقدش إن في واحدة ما بتحبش الرقص. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي بتحبها كل ست بتخفف عليها الستريس هي الشوبينج، بس لو مش في امكانياتك تقدري تنزلي السوق تجيبي مكونات الاكل اللي انت بتحبيها، ويا ريت تكون وحش. وطبعا الصحاب من اكتر الحاجات اللي بتضيع الستريس، وخصوصا لو كان عندك رفقه كويسه بتساعدك في كل حاجه بتحبي تفضفضي معاها.